طيبين. النهارده العيد 99 لجمعيه المهندسين المعماريين انشات سنه 1917، ومن سنه 1919 23 ديسمبر دي الاجتماع رقم 99 اللي بتسميها زي الجمعيه العموميه او حاجه زي كده. في 30 مشروع، وهيبقى في 5 جورر يعني هي التحكيم، ومش هيبقى في قسوه خالص، هيبقى مجموعه. احنا 30 ممكن نعمل اي بي سي، ممكن نعمل اول وثاني وثالث، ممكن نعمل مجموعتين ويبقوا 15 ياخدوا الجوائز، بس لازم يبقى في تنافس عشان نتعود التورته من جد وجد. طيب عشان نقدر نحكم كويس لازم نعرف البرنامج ونعرف السايد. اذا عمر ما كان التحكيم هيبقى دقيق الا في الفاكولتي اللي هي هيئه تدريس. هيئه تدريس او في الكليه اوريدي حكمت وطلعت 30 امتياز. مين امتياز الامتياز؟ هو ده المجتمع. فانتوا المجتمع الذي يحكم، فاحنا نيابه عنكم، لان جمعيه المعماريين بتمثل مجتمع المعماري. فنيابه عندنا معانا انا واخويا ماجد سامي رئيس شعبة ورئيس جمعية، لازم ما نبقاش في التحكيم عشان ما يتخانقوا، احنا بيبقى لنا دور، بس ان شاء الله مفيش حاجة. احنا نجيب الجوائز، نطبع الشهادات. الشعبة المعمارية مشكورة بتتعاون معانا، بتدينا بريفليج في التخرج واحنا بنديهم بريفليج في البراكتس، وهكذا فلاينج تو وينجز. عشان العصفورة كتير لازم يبقى في جناحين، جناح علمي انستتيوشن وجناح مهني. العالم كله ماشي كده، وان شاء الله مصر تبقى احسن من العالم كلها. اوعوا تفتكروا ان يبقى في محنه وتدهور، مفيش حاجه بعد التدهور غير النجاح. صدقوني انا متفائل، بالذات في شخصيه محترمه معانا، في ربنا يجيب لنا كده ناس محترمه. مين الجوري بقى؟ دكتوره سحر عطيه رئيس قسم العماره بجامعه القاهره. معانا جندر برضو، أستاذة الدكتور أمال أحمد عبدو، يبقى احنا عملنا بالانس مع الكومبانيون. في حد من اسكندريه؟ دكتور شيف عبازي فين؟ فين؟ تعالى يا دكتور شيف اتفضل. لا مش فاهم، تعالى يا دكتور الاستاذ دكتور شيف عباسي من اسكندريه. بس هو اصلا البي اتش دي بتاعته من استراليا وراجل انترناشونال انرجي. احنا المراقبين اللي بنشوفهم بنتاكد انهم بيحكموا كويس. انا وماجد بيه بس مش هندي درجات. طب دول ثلاثه لازم نخرج بره الدايره شويه. فمعانا براكتيشنرز عبقري، 81 سنة بيبقى عبقري وبقاش عبقري. نبيل بيلالي هو 80 سنة وشهر، بس هو ماشي في لحظة 80. بس على فكرة أنشط واحد بتدعوا له دايما يا رب يا رب. من الناس اللي دايما بيجوا الجمعية دكتور شيف دسوقي من جامعة الزقازيق نفسها. طيب يبقى احنا هنا ناقصنا اثنين، عشان لو مشيت الدكتوره سحر لان عندها التزام عائلي خطير، جوزها صاحبي ممكن يزعل مني، فهتمشي بعد ساعه. عندنا اثنين جوري يكملوا الدور ده، واحد براكتيشنر، واحد فول بروفيسور، الامين العام الدكتور احمد عنان. خلي بالي سيدي مؤامر انا وهادي اخويا حمدي الصوحي. على فكره احنا حكمنا المشاريع، خد المفاجاه، ولفينا، والتحكيم صعب جدا، مفيش حاجه سابقه قوي ومش حاجه. هما 30 فيهم 15 في التسعينات و15 في الثمانينات.
يعني محدش يزعل ومفيش جايزه اصلا كبيره، دي كلها حاجات رمزيه رمزيه بحت. ايه اول حاجه رمزيه؟ مجلة نيكست. فين هو اللي بيقعد جنب البنات ده؟ راح قاعد جنب البنات ده. علي داغر هيدي كل واحد مجله العدد الذهبي بتاع فاين سيتي في مقاله لواحد صاحبي، وفي 15,000 جنيه هتتوزع. ازاي بقى ما نعرفش؟ 1500 1300 بس فلوس، عشان احنا مش عارفين مين الكسبان فعلا، ما نعرفش الاسماء. هتبقى يا اما تيجي الجمعيه تاخدها بالبتاع بالشيكات، بس بقى نعرف الاسامي. محدش يمشي غير لما يحط اسمه زي البطاقه بالظبط عند الاستاذ سيد. اي اسم غير البطاقه يبقى عندنا مشكله. الايميل بتاع الجمعيه uia.egypt@gmail.com sea.1917@gmail.com. ادخلوا على الويب سايت هتلاقوها، لكن ادخلوا على الفيسبوك هتلاقوها. لكن الاهم من الكلام ده ان احنا تقريبا عارفين مين كويس. ناقص ايه؟ الانسان الاركتكت هيشرح ويعمل برزنتيشن. فالدرجه تقريبا بلس اور ماينس، التسعينات كتير والثمانينات كتير والخمسينات كتير، اللي هيطلع يبقى بلس هو ده هنديله ايه؟ يعني ايه؟ بونبونات زياده كده رمزيه. ده على فكره تمهيدا للسنه الجايه هتبقى مسابقه بمعايير، بس مش هنعرف موحده غير لما نقعد مره سوا ونتفق ازاي تتعمل عشان ما نظلمش قسم، لان طبعا في مشكله في المنافسه. دكتور منور يا حبيبي. نبدا بمين؟ مين اللي عايز؟ طيب انا عارف ان انتوا شفتوا الفيلم وعشان كده مش هكرره، بس هو كل صار ان هو عندنا دي الانشطه بتاعت الجمعيه اللي السنه الجايه. باختصار كده كل ربع سنه في نشاط دولي بنائي رواد عماره، اليوم العالمي للعماره، الصناعات المعماريه، وبعدين الجراديشن في اخر شهر. يبقى عندنا 23 مارس تعيد ميلاد حسن بيه الله يرحمه، حسن فتحي. فهنعمل حاجه اسمها رواد العمارات سنتينشال سيلبريشن في بيبليوتيكا الكسندرينا. في ابريل في حاجه مع ميموريال 100 سنه هتبقى هنا في الجمعيه، اللي هي جمعيه عموميه اللي هي السنويه. لكن في جولاي 23 يوليو برضه نفس الرقم 23 هيبقى الانترناشونال تيتشر بينالي، ومعانا في نفس الوقت معرض صناعات معماريه مع مجله نيكس. ان شاء الله ربنا وفقنا، حاجات بالملايين، لكن ربنا قدرنا ان احنا نلاقي الدعم. وبعدين في اكتوبر اليوم العالمي للعماره هو اللي فيه صناعات معماريه، انا اسف مش فيوريا. يبقى ادي الانشطه كلها 35. الجديد بالذكر نقول ان ده السنه اللي فاتت والدكتور شريف قاعد يصور طالع انت دلوقتي في 31,000 لايك للصوره دي. ما اعرفش كل واحد يقول. لما كنا في الجائزه بتاعت حسن فتحي في مكتبه اسكندريه خدنا من الجوري رسم بدران، الدكتور رسم بدران المعماري العظيم، والدكتور اشرف سلامه ابن الجمعيه ودلوقتي رئيس قسم العماره في جلاسكو. واتفقنا نعمل ثلاث انشطه متتاليه. نجحنا في ان رسم بدران يبقى ضيف للجمعيه هنا، ولا اتفاق، ورسم بدران شال مواعيده كلها واجل طيارته وعمل محاضرة كويسة قوي. بس كان لها هدفين، الهدف الأولاني إنه بيتكلم عن العمارة والهوية، والهدف الثاني عن إيه؟ إن يبقى في رابطة أكاديميشن أرب أركيتكتشر أكاديمي زي إيه في إنجلترا، عشان تبقى موجودة غير الانستتيوشن وغير الجمعيات، يبقى في فكرة الاستوديو العربي، وده هتعجب قوي حد لما بيتكلم في رابطة المعماريين العرب إن شاء الله. يبقى ليها معنى، يبقى ليها معنى. ما قرأها هنا في الجمعيه يبقى معانا الجزائر، معانا المغرب، معانا تونس، معانا الاردن، ان شاء الله هتكمل يعني. فاشوف الراجل وتواضعه، كان في معاه هاني بنياوي وكان معاه علي ياسين، عملوا برزنتيشن هايل قعدت ثلاث ساعات، الناس كانت مبسوطه جدا واتكلموا معاه، كل الطلبه كانوا مبسوطين. ادينا له الاضواء الفخريه لجمعيه المعماريين، ودي معناها مش اضواء فخريه، دي فيلو ممبر، هيبقى زميل جمعيه المعماريين. لازم يبقى في يعني مقام كبير زي الاي بي اي.
طب مين اللي يدي مين؟ فلقينا ان عندنا اخر واحد كان رئيس كليه الزماله الاستاذ الدكتور جعفر الفتاح، فكان لازم يبقى فيه استاذ دكتور ممارس كبير، فطلبنا الدكتور علي رفض يتولى هذه المسؤوليه، فكان شكرناه وادينا له الرئاسه الفخريه للجمعيه. والحقيقه الراجل بيكلمني كل يوم ويطمن، يقول لي شوف الشهاده دي خدها سنه 49 هنا في الجمعيه اهو، وشوف الشهاده اللي وراها خدها من شهر هنا من سنه 49 لغايه 2016 بيمارس المهنه ربنا يديله الصحه. هو دلوقتي هيبقى باي ديفولت رئيس كليه الزماله، كليه الزماله دي اهم من اي حاجه في الانستتيوشن، بتدي الدكتوراه الفخريه وبتدي الزماله الفخريه دي على المستوى الدولي على المستوى الملكي. اعتقد لما تطلع من البورد انستتيوشنال بورد احسن ما تطلع من سيلكشن بورد. فدي كانت مهمه قوي تعرفوها. فالواحد يقول لي ايه جامعه العمارين؟ جامعه العمارين هي كل حاجه، هي حياتك. الوحيد اللي بيقول لك انت كويس ولا وحش فيك تتعلم، تتعلم رسم بدران وتكلم علي رفض وتشوف الاساتذه بتوعك زملائك، انتوا كلكم بقيتوا زملاء من النهارده. فزي ما انتم شايفين حاجه تفرح جدا علي بيه رفض وهو رئيس لكليه الزماله. او اشرف سلامه اتكلم عن الليرنينج والتحديات المعاصره، محاضره كانت غنيه جدا، وهو واحد اكبر واحد من اهم 10 منظرين في التعليم المعماري بقى في العالم. يعني في إريك موس في سي ار، في برضه من كاليفورنيا انستيتيوت برضه طارق نجم من التسعينات بس دلوقتي في الجي سي، دي مدرسه، في مدرسه ثانيه بتاع بيتر كوك، في مدرسه ثانيه بتاعه بيتر ايزمان، في مدرسه ثالثه ورابعه وخامسه. اشرف من الوجوه القويه اللي بتنظر في التعليم على مستوى العالم، مشهور سلامه in one of the important professor for learning architecture abroad. هو اتعلم كل حاجه من يوم ما اتخرج من الجمعيه، الجمعيه لها فضل كبير جدا على الكوادر العالميه. كان معاه الدكتور مراد كومنتيتور، كان معاه طارق نجا كومنتيتور، وزي ما انتم شايفين النواوية وقفنا ورصينا وصورنا. لما راح ال ام سي كانت كل اقسام العماره موجوده، واسامه طبعا ما بيتطورش حاجه. بنشكر دكتور اشرف سلامه في غيابه، والحقيقه اقرا واتكلم عن الاكريديتيشن، واتكلم عن الفاليديشن، واتكلم عن البارادايم شيفت، واتكلم في كريتيكوم جميله بطريقه احسن من يعني اول حاجه كان عن الليرنينج، ثاني مره اتكلم على الايرنينج، ثالث مره في كريتيكوم جميله اتكلم على اندرستاندينج السوسايتي والبارتيسيباتي. حاجه تفرق يعني، راجل مليء جدا بالعلم. اتمنى زي ما الكليه الجامعيه طلعت اشرف سلامه، طلع 10 اشرف سلامه، فلازم في واحد منكم او اثنين او ثلاثه ممكن يبقى رئيس قسم عماره وقائد ربيع، او ممكن بيرتي، ماليش فرق، ماليش انا فرق. انتوا هتفرجوني قوي في التحكيم والله صح. طيب خلاص كده نبدا بقى جولتنا مع النهارده. نبدا المشروع الاول اللي جه كان صعب جدا نختار مين يتكلم. فهنبدا الاول باللي جه الاول. نقفل بقى الحاجات اللي احنا بنعرضها دي. يلا روح احنا. اول حاجه هبتدي اشرحها مريم منير جامعه حلوان بيكون للعماره زمان. اول حاجه المشروع بتاعي هو تطوير منطقه سور مجرى العيون. يمكن المشروع كان شويه اخذ شكل مختلف شويه، ابروتش اربن شويه اكتر من هو اركيتكتشر، فهيتقسم لثري زونز. ثري زونز عندي هبدا اول زون عندي هي ابعد حاجه وهي اربن ابروتش تماما. الفكره بتاعتي ابتدت ان انا كنت بنظر للمنطقه كلها، هي وسط الهيستوريك تايم، هي تعتبر دلوقتي بافر زون تبع اليونسكو، هي المنطقه بتاعت طول مجرى العيون عامه كلها. فالفكره بتاعتي ان انا ارجع لها الحياه تاني، هي ريفيتاليزيشن او ريهابيليتيشن فور ذا هول اريا. الفكره المشروع المعماري هي هيد تراك سنتر، بس المشروع يمكن ان انا عملته في المانيا، فكنت في ارجنت انستيتيوت هناك. الفكره ابتدت ان انا كنت عايزه اعمل سبراينز
للتنمية ومهارة التنمية بتاعي. بجاي منين؟ أول سبرايم جه عن طريق إن أنا بشرح التاريخ بتاعي وحركة الكابيتالز الإسلامية بتاعتي من أول الفسطاط للعسكر للطوائع وهكذا حتى استمرت إنها بقت القاهرة الفاطمية ومنها للقلعة. دي كان أول سبرايم اللي هي حركة معروفة اللي هو كان يعتبر سبرايم قطع القاهرة كلها. تاني سبرايم وهو السبرايم البارلل للبابا العيون نفسه فمنه ابتديت يعني أعمل أربط ما بين الخطين دول. ابتديت أدرس المنطقة بتاعتي على مستوى إيه اللاند ماركس الحرارية، إيه المنطقة اللي ممكن تعمل لي دايركت انفلونس على المنطقة بتاعتي، بعديها إنترنالي الطرق بتاعتي الأسفل الفايد، بعديها الديموغرافيك والأدمنستريتيف باوندريز بتاعتي. منها قدرت أوصل لفكرة للتطوير بتاعتي اللي هتكون عبارة عن 5 نقط جوه المنطقة بتاعتي. هربطهم فيجوالي بعبارة عن لاند مارك بيبقى عبارة عن شكل الجيت. هقدر أكون بربط المنطقة بتاعتي إن أنا أكون الجيت بتاعتي في أي بوينت أنا واقفة فيها بتنور بالليل بحيث إن أنا أكون فين البوينت بتاعتي قوة في المنطقة. هربط الجيت أو النقط بتاعتي دي بطريقة فيرتيكال شوية هي السبايرز بتاعتي كل نقط ليها أبروتش وهتبتدي تربط لي القاهرة أوفر أول القاهرة التاريخية من برا من أول الفسطاط تحت لغاية القاهرة الفاطمية من كل نص في طالع سباين حلو. هنا ببتدي أعمل له أناليسز لكل إيه الأبروتش بتاع السباين ده الديسكريبشن بتاعته السكشن بتاعته في الأرض لأن المنطقة دي بتعتبر فيها كنترول جامد والنود نفسها يبقى إيه الأكتيفيتيز وإيه الأماكن الستوبس بتاعتي على مدار السباين ده وطبعا مدروس فيها التول بتاع السباين إيه اللي يكون حتى الأكسسبيلتي في كل سباين. هتلاقي من تاني زوم هو الزوم اللي هو شوية urban design برضو اخترت واحدة من النقط اللي انا اتكلمت عليهم في الاول هبتدي ادرسها وهي كانت تعتبر منطقة المدارس او tannery district. ليه اخترتها؟ لان هي تعتبر المنطقة دي في interest كبير كلها تتشال وتلاقي كل المدارس برا عن منطقة روباكي. الحكومة مدية فرصة للناس تبني ديزاين فهي فعلا يعني نزلت اطلعت على الرسومات دي كانت تبع حي القاهرة. كمان المنطقة دي بتعاني من تنوع شريع عدم استكمال فيها أقل منطقة لأن هي تعتبر منطقة صناعية في الأساس مفيش مش عندي مشكلة إن أنا أنقل السكان لبرا. بقيت أدرس المنطقة بتاعتي إيه الأكتيفيتيز في المنطقة كلها. أوكي سوري هكمل بسرعة أوكي هنتكلم بسرعة. بقيت أستخدم فيها الكونسيبت بتاعي اللي هو عبارة عن القصبة الإسلامية والسيتي وإزاي ربطت المنطقة التانية تعتبر عمليت اللي منها هنتقل الآخر زوم عندي هو الأركيتكتشر. الأركيتكتشر بتاعي تعتبر عندي هي أول منطقة خالص من ناحية الكود بتاعي. هتكلم عن تقييم بسرعة. الفكرة بتاعتي إن أنا رجعت مصر فعلا بقيت أعمل نزلت عملت سيرفي 3-day workshop مع الناس هناك طبعا تبع جمعية مشوار في المنطقة الحاجة جمعية اللي بتشتغل. اتعمل حاجة كايند اوف بارتيسيباتوري ديزاين الناس ابتدت تشتغل معايا وده اللي حطيته الحاجات بتاعتي الريزلتس بتاعتي حطيتها عندي هنا. الكونسيبت بتاعي كانت اكتر حاجه ماشيه عليها هي ان هي تكون هاف سستينبل ديزاين عن طريق الناس مش فكره ان انا اعمل شويه مشاريات او اي حاجه. ابتديت استخدم الماتيريال بتاعتي عرفت الناس يعني ايه ماتيريال تكون سستينبل معاهم. استخدمت الحجر خليت الناس ترسم سكتشات هم حابين ايه ويرسموا لي يعني اي حاجه هم محتاجينها. استخدمت فكره الفنادق بتقسم يعني فكره الحرف اللي عندي في كل مكانه وفوق في المكان بتاع المساعده. هو احنا عندنا يا جماعه ترتيب مشروع لو كل واحد خد 5 دقايق بقى هنروح بكره. فاحنا انا قلت ان انا نسيت اقول ان كل واحد له 5 دقايق او 3 دقايق. فانا شفت المشروع ده بس عشان نخلص من الاخر ركزي على الايمج فين الاركيتكتشر شاوري عليها وركزي عليها في دقيقه اقل من 20 ثانيه. اكيد يمكن اهم فكره هشرحها زي ما شرحت الاول. لا في الماوس كان بيجي شاوري ده الاركيتكتشر بتاعي. الفكره بتاعته انا كان عندي في كونتور طبعا في منطقه تستغل الكونتور بشكل كويس بتقسم عندي مين سبايل خارجي بره على السبايل الاساسي. لا الموضوع اقصد من كده في البلان ثاني في الوجه يعني عندي واحده ثاني واحده دي ولا دي ولا كده هي السكشن عشان مفيش فجوه لا السكشن فين ثاني واحده اوكي ثاني واحده بس عرضك على دي بسرعه. اهم حاجه كان عندي المدخل بتاعي اللي هي التظاهر بسرعه اوكي دي عباره عن محكه. المحكه ده عباره عن ايه؟ كان
عندي فرق ما فوق 4 3 8 ان انا بعمل اول حاجه محتاج تهديد السلام عليكم. وليد أمين جامعة مصر علوم التكنولوجيا. البروجكت كان تحت إشراف دكتور محمد سامع ودكتور شمويش. أوكي. طيب في البداية بشكل سريع، إحنا أول ما بيختاروا إن إحنا نعمل جراديويشن بروجكت بيبقى لنا نقطة محورية باختيار السايت والبروجكت نفسه، فكان عندنا صعوبة. فأنا قعدت أفكر إيه المشروع اللي ينفع أعمله في مصر في الوقت اللي إحنا فيه ده. فقعدت أدور الفوكس بوينت في المنطقة دي كانت قناة السويس. فجيت بالي إن أنا أعمل مشروع قومي، ككونسبت قومي أكتر من كونسبت معماري. تمام؟ فين المشروع؟ طيب المشروع حضرتك كان فيه فكرة معينة، الفكرة المعينة هي استشفتها من قصة. إذا هعمل مشروع تعليمي. طيب في مقولة احنا صغيرين كده دايما يقول لك العلم نور، تمام؟ فجيت لما انا جيت ادور يعني ايه العلم نور، فبصيت عندي هنا لقيت ان النور بتاعي بيطلع عباره عن قرية. معلش انا اقول لكم حاجه يا جماعه اسرع بعد اذنك. اتفضل. انت عندك فعلا كلينرز بليز فوكس على لو في الكونسبت بليز بليز اوكي يعني فاهم ازاي؟ طيب اوكي خلاص علشان ده بارت من التكنيك. طيب بالنسبه للعلم النور فان ال ال ثواني بس هبدا منها. طيب يعني هبدا منها. طيب هبدا منها بس عشان هي فيها كونسبت معين ان انا الكون عندي بيبدا من مكان ضيق بيتوسع. فده اللي عملته في الاكس بتاعه المشروع ان انا بدخل الطلبه من مكان ضيق، تمام؟ قليل المعرفه بيبدا يتوسع ويطلع معايا عشان يوصل لاعلى درجه اللي هي الان بتاعت اللي هي المكتبه اللايبراري. خلال البلان ده في رحله معينه بيمر بيها اللي هي الفصول والكلاس الدراسيه بتاعتي. جوه المكان ده عندي 4 ادوار هنا، 3 ادوار وهنا دورين، تمام؟ فجيت عملت فكره معينه اللي هي الكوريدور الكبير ده. الكوريدور الكبير ده واجه لي مشاكل في السيركيليشن بتاعتي. اول مشكله لما انا عندي دكاتره مثلا عايز اروح تتنقل من مكان لمكان وربنا يديها طول العمر كبيره في السن فهتبقى في صعوبه. فرحت جاي عامل فكره البريدج في الانتريور شوت باين معايا من هنا ان البريدج ده اقدر اتنقل بيه من المشروع من اي مكان عندي. لو انا عندي مثلا هنا ليكشر معينه بعد 10 دقائق عندي ليكشر في مكان تاني فببدا اتنقل في البريدج ده في اللينك ممبر ده ومحلول ستراكشر جوه الكوريدور بتاعي. انا يعني عندي كوريدور بتاعه 8 متر محلول بريدج انتريور جواه موجود عندي بالمنظر ده واقدر اتنقل بيه. بالظبط. طيب تفهم مين فكره المشروع؟ هو يعني استخدمت ليس مور فايه المشروع كان فيه فكره معينه عايز اوصلها من خلال الحاجات اللي انا قلت لحضراتكم عليها. مفيش حاجه ثانيه اقدر اقولها غير فكره برضه اللي اوت انه كان عباره عن 2 سيركلز. السيركل الاولانيه عباره عن بحيره ريليتد لقناه السويس، السيركل الثانيه للمشاه. فانا يعني مبدئيا ليس مور فده كان سيمبل بروجكت بتاعي من خلال الافكار اللي انا قلتها سريعا لحضراتكم. شكرا لكم. مشروع مستشفى اعلانات السكاشن كيفك الشطات ال 3 دي ستاكينج. ليه مشروعك احسن حاجه؟ مشروعي لا هو مش احسن حاجه طبعا طبعا لا بس هو لا مش احسن واحد. ايوه ليه مشروعك انا اشتغلت ليه مميز؟ انا متخرج طبعا ان شاء الله فانا دخلت ابروتش ان هو بروفيشنال شويه فاخدت بحث كان مدينه القاهره الجديده مطار القاهره الجديده ايكم عاملاها شركه ايكم فهو بس متحدد السينرجي لان ده بيشن ده هوتل سكندري هوتل ريهابيليتيشن سنتر اول شغال ريهابيليتيشن سنتر بيشنت هوتل وجنرال هوسبيتال 200 سرير. ايوه اتكلم
جنرال هوسبيتال ريهابيليتيشن سنتر وبيشنت هوس وادمنستريتيف بيلدينج. ايه الميزه في المشروع ده؟ لا هو هو الفكره في الكود، انا اشتغلت في الكود للاربن جايد لاينز اللي اتحددت من ايكن، فالتزمت بكل الكونسترينتس. فهو يعني هو لو الواحد اشتغل على الكود يبقى الاركتكشر بتاعته يونيك والجاه بتاعه. لا انا بتكلم ان المين كيورد بتاعته ما كانتش حاجه فيلوسوفيكال او كونسبتشوال، هو حاجه فانكشنال. يعني هو الفكره الكود بتاعته بس في الهيلث كير فاسيلتيز والريهابيتيشن سنتر والبيشنت هوسبيتال. مش عارف مين خالد عبد الخالق. المشروع ده حلقة وصل بين المنطقة بتاعتك ووسط البلد والمنطقة بتاعتك الظاهرة، فازاي تربط السيركيوليشن الحركة النفسيات مثلا من المنطقة المصري قارن بالقصر محمد علي في المانيا لغاية وصولا إلى 19 ومشهد حضارة. فالكلام ده كله بيرتبط بال ده المشروع تعبيرك المعماري. تمام. المشروع بداية كبروجرام يتكون من عدة ورش ومتحف ومحفل للصور تصوير مجرى العيون وبعض الأنشطة للمحلات التجارية وغيرها. المين سباين اللي قاسم المشروع تقريبا نصين هو كان القصد بيه ان هو يبين كأنه زي المعارض بالظبط. تمام. يمين وشمال في محلات وانا ماشي شايف المحلات دي وبقدر. لو انت مش عامل المشروع، لو انت مش عامل المشروع اكتر حاجه تعجبك لو انا مش عامل المشروع، لو انت بتتفرج عليه كده واحد عامله وانت في المشروع ده اميز ما فيه كذا، ايه هي؟ انا شايف علاقته بالسور نفسه بحاجه قديمه بالنسيج العماري اللي موجود ان انا ما خليتش المبنى دوت مفهوم، انا خليته حاجه الناس تقدر تدخلها حتى من المنطقه اللي ورا. المنطقه دي كانت عشوائيه واتعملها اعاده تخطيط مره اخرى. فكره تعبير بين شغل تمام 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 مش الليزر على حد تمام في الواقع كده حاجه تكون فيها المعماري ظاهر. تمام. اول حاجه ان السباين ده مش بيقطع الحركه بتاعه الورش والكلام ده، لا وانا ماشي انا شايف الورش شغاله من غير ما اقطع الشغل بتاع المشروع كويس. تمام. هو الكونسيبت بتاعي حبيت ان انا اشوف حاجه من تراث الغردقه او من الغردقه لسه يبقى فيها التشكيل او الجزء الرئيسي بتاع تكوين المشروع. فلقيت ان اصل تسميه الغردقه كان من تكوين من حاجه اسمها زهره البرقط، فبدات ابدا اجد زهره البرقط. فلقيت ان هي ليها الزهره بتتفتح تقريبا في شهر 8 وليها الايد بتاعتها اللي هي الورقه اللي بتتكون بتاعتها. خدت الورقه دي بدات اطبع عليها الجولدن ريشي وابدا اعمل لها ابستراكشن لحد ما تبقى هي النيول او المين اليمنت اللي ابدا اعمل فيه التكوين. بقى تاخد الورده دي او الليف دي ابدا اخد لها اعمل لها شيفتنج في السقف وبتبدا تدخل لي ليفلنج الديك لايت وتبدا تخلقي التكوين نفسه الرئيسي بتاع المشروع. وبعدين كان في جزء رئيسي جدا في المشروع ان كان في حاجه علامه اللي هي مثلث سنوسيت الاول. مثلث سنوسيت الاول دي كان هي المين سبوين اللي انا ابدا هو ده الجزء الرئيسي في الاطار اللي انا ابدا اشكل عليه التكوين. فابدا اشكل عليه التكوين يبدا المشروع بتاعي عشان هو متحف. فبدات اقسم هو في 3 زونز رئيسيه، الجزء العرض المتحفي وده بيتكون من جزء رئيسي اللي هو ثلاث اجزاء، الجزء الثابت والجزء المتغير او المتحرك والجزء العرض الخارجي، وعندي الجزء بتاع الاداره او الجزء الكالتشر. من الكلام ده احنا بيقول لك يا مصطفى لا مش انجز يعني بتاع تجيه مصطفى مفروض بيقول لك مصطفى في احلى حاجه في المشروع ركز طلع على حاجه. انا شايف ان احسن حاجه في المشروع زي عملت في التكوين ان انا متحف من افلام او متحف اثار 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 من الكلام ده من البلان. انا شايف ده ناشونال ميوزيوم ده ناشونال ميوزيوم مصريه بتتكون من اول الحقبه الفرعونيه وصلنا للاثار
من الكلام ده من البلان رول بلان خش من الـ من الـ من المستوى الراوند جو على اللوك مين لوك بتاعي يبدا يوجهني على الجزء الثقافي اللي اقدر افصله تماما عشان لما احب اشغل العرض الثقافي ده بالليل اغذيه بالليل بالمدخل المنفصل بتاعه وابدا من هنا من الرول لوك اعرف ان انا اخش للجزء بتاع العرض المتغير من اللوك ده فكله يبقى دخل من خلال العرض من اللوك عشان الجزء المتغير ده بيعرض حاجات ممكن ما تبقاش ثابته اذا حد بيقصد حاجه معينه شاف المتحف وكده يعني احنا عرضنا التكوين التكوين بتاع التكوين هايل انا عايز اقول لك على فتحه واحده عشان كده مش بعتلك من الكلام بتاعي انا لو انا داخل من المين هايل بتاعي انا ببدا هنا على جزء ده اللوبي شايف دبل هايل التكوين مش على ده وبعد كده بخش على البريفريشن روم لعرض التهيئه من عرض التهيئه انا عندي التكوين بتاعي هو التكوين يبدا يوديني من هنا انا شايف المسله الرئيسيه اللي هي المين مونيمنت عندي او الاثر الرئيسي شايفه في مستوى اعلى ما اقدر اشوفه وابدا ان انا الف حواليه سراوندنج مع عرض الحضارات طب انا شايف ماشي في عرض متحفي على ايدي اليمين وشايف المستوى الاقل جزء بتاع العرض المكشوف العرض المتحفي بيبدا يقلني من اول الاقسام الفرعونيه المره الفرعونيه والفرعونيه محمد بن محمد بس حلوان مشروع ببساطة مشروع تأهيل نفسي كان دائما عندنا مشكلة ان اغلب الناس او 70% من الناس عندهم مشاكل نفسية بس دائما خوف المجتمع يعني في مشكلة بين المجتمع والموارد النفسية فكان الهدف من المشروع ان اقدر اكسر حاجز الخوف ده بين المجتمع والموارد النفسية فكان المشروع على الاقل اكسر في شباب سينا اولا ايش هي في المطريه جرك النواوي او البلان او المكان اللي بيخدم ما بعد العلاج طب العلاج او بعد احنا بيبدا من اول الدور الاول هو مع حد تشخيص بعد كده يطلع على مكان بعد كده يكون بعد كده تشخيص بعد كده يطلع على العلاج التقليدي بعد كده الدور الجديده اللي هي علاج الرسم والموسيقى الفيجوال بعد كده انت ما جاوبتش على السؤال بتاعك ليه احنا نختارك كمشروعك ده انه احسن واحد الميزه ايه الميزه اللي عندك اللي عايز تحققها اللي جاب كويس بصوا يا جماعه اللي مش هيفهم السؤال هيخسر انا مش عايز اشرح المشروع المشروع اتحكم خد امتياز من الكليه 25 استاذ اداله امتياز انا ما بحكمش المشروع انا بحكم قدرتك في التعبير عن المشروع يلا عبر كويس هو المشروع عندي هو التتامل واحده بس بتفصيل ثلاثه وهي دي اول حاجه وعلاقه النفسيه وعلاقه السوليد بالفايت علاقه السوليد بالفايت المشروع اللي المشروع كان بيعتمد على الضوء والتهويه الطبيعيه ثالث حاجه ان ممكن اوصل للمشروع ده ان انا اكثر حاجه الخوف عند من المجتمع للناحيه النفسيه اللي هو جنب ان هو تأهيل نفسي هو حاجه سياحيه ولا كده انت مش العامل المشروع انت الكومنتيتور عايزك تعلق على المشروع ده فين احلى حته في المشروع؟ يونت واحده بس يونت كده طلعت تكوين انا هجاوب اول سؤال على اجابه سؤال دكتور سحر ليه مشروعي يستحق يكون احسن مشروع لانه نيو كونسبت اوف ديزاين انا خدت وقت طويل في الكونسبتوال
الكونسبت بتاع المشروع هو ميزه انتو تو سي افكت اون ا كومبلكس جريد. هو ميزه انتو تو سي افكت اون ا كومبلكس جريد. المشروع بيعمل حاجتين: catch your eye which is complex and contemporary architecture. Sense of place, which is the principles of Mies van der Rohe and the steel effect. ده أول جملتين رد على سؤال دكتور سحر. ممكن نبتدي المشروع؟ طيب. Modern and Contemporary Architecture Museum. معلش انا هاجي كده وهاجي. انا عايز بس ده يبان وانت بتتكلمي. اوكي بس انا عايزه ده يبان. طيب اهو يلا. ده المشروع. المشروع انا درست الاول ايه هي البيزكس اوف مودرنيزم. جاوبت والله اول ما حضرتك تيجي اول حاجه. معلش هاجي تاني نجاوب. لا جاوبت وسقفنا لها يلا. طيب اوكي. البيزكس اوف مودرنيزم ستيل وبعدين ميس فان در روه وبعدين برينسيبلز ميس فان در روه which is الفري وولز والفري يعني انت ساره ميس فان در روه. لا يعني ده الكلاش بقى. الكلاش هو ان ساره ميس فان در روه بس في ساره داني لبس يعني الجينيريشن غير بالظبط. يعني هنا دنفر ميوزيوم لكن لو جينا لي اوت وحولناه ورا بعض هيرجع ميس فان در روه. الوولز بتاعت البلان هي ميسيان. يعني لو اتحولت الجريد بدل ال 30 60 هتبقى ميسيان 100. يعني انت لو يوسف بيه كان موجود كان طلعك الاولى في التحديد. ده شغل يوسف بيه شافيه يعني. دكتور همام راجل كبير همام وزينه. يعني انتوا عاملين دكتور همام. طب نسقف لها بقى. لسه لك وقت بس جاوبت على السؤال. مشروعك ايه؟ مشروع ايجيبت ديزاين سيتمنت. قول بالعربي ايه ما تترجمش. لا مش عارف اسمك. طب اسمك ايه؟ جاسر محمد يوسف. جاسر منصوره. جاسر لا اسكندريه. جاسر اسكندريه. استنى مش ليه. جاسر محمد يوسف ايوه من جميله اسكندريه. بنشوف بيك انت من جاسر. جاسر قول يا عم جاسر. مشروعي هو ايجيبت ديزاين 3D برينتنج. فكره ان الاركتكتشر ويز فيوتشر. لما احنا اشتغلنا على الخط الاستراتيجي لمدن القناه مدريد الاسماعيليه. ترجم لي اسم المشروع لو سمحت بالعربي. مدرسه العماره الرقميه. مدرسه العماره الرقميه فين؟ مبني فين؟ الاسماعيليه. لا شريف شريف ما تعطلوش. اسالني انا معاك كل الوقت. ابتدينا نشتغل على الخط الاستراتيجي لمدينه الاسماعيليه والامتداد العماني من خلال التحليل الرباعي اللي حصل لمدينه الاسماعيليه والامتداد العماني. ابتدينا ان احنا وجدنا في مشكله بتواجه الموقع هناك وهي الساند يوز. جاوب على السؤال. اين نقطه التميز في مشروعك؟ هو فكره ان انا استخدم البناء في الرمله من خلال ان انا اسيح الرمله باستخدام تكنولوجي 3D برينتنج في العماره. وفين التكوين بقى؟ انت سيحت التكنولوجي خلاص معاك تكنولوجي بالظبط. تولز. فين بقى التعبير المعماري بتاعك؟ ابتديت ان انا اعبر من خلال السنات بتاعتي تمام عن طريق فابريكيشن زون. يا جماعه اللي عايز فمشكله الساند يوز ان هي بتعوق اي حركه تنميه عمرانيه. فابتديت ان انا اوقف فابتديت ان انا اتعامل مع المشروع على اساس ان انا هبني زي ديجيتال اركتكتشر سكول خاصه بموضوع الفابريكيشن للروبوتس والستريت برينتنج. ايه دواير؟ فابتديت ان انا اعتمد على زونين رئيسيين، واحد ريسيرش زون ودوت بيبقى ليه علاقه بالتستنج ماتيريال والماتيريال اللي هي تبتدي يحصل لها بريبريشن عشان تبتدي تروح للفابريكيشن زون يحصل عمليه فابريكيشن بعد التست. سيبك من التكنولوجي، عايزين نتكلم عن الاركتكشر كواليتي هنا. انا شايف في اركتكشر حلو اشرحها. اوكي هنا عندي هنا ميد انترنس ابتدي ادخل على اكزبيشن او صاله عرض كبيره. هنا الجزء الخاص بالدراسي او الجزء الخاص بالفابريكيشن عموما، وهنا الجزء الخاص بالسيرش زون. وفي علاقه مباشره ما بين الكارت دوت بيبتدي ان هو يحصل عمليه من خلال تسليم في الريسيرش
تروح على الفابريكيشن زون لعمليه الفابريكيشن عموما. ابتديت من خلال الستريت وورك ديت بتحصل ان هو خلاص بعد ما حصل الفورم دوت اللي بيحصل ايه؟ يا واحد كان ده دي ايمج اللي هنشوفها في الاي اي ده بالظبط. طب ليه ما عملتهاش كده شويه؟ ولا انت مصغر اللوحه؟ مصغر اللوحه لا دي شيء لطيف جدا. هي ايكونيك ولا عاملها ايكونيك انسبكت ودي بقى في انهي اتجاه؟ اتجاه من هنا من هنا من هنا اه وظريف معمول ليه؟ سياده في ساين سيتي الجائزه الثانيه دي حاجه زي كده اتأثرت بيها؟ لا لا ده انا اصلا انت قبلها ب 6 اشهر وبعدين انا المشروع ده متميز برافو عليك. حضرتك معاك كان ايه؟ محكم حضرتك المصريه. ليه مايل المشروع بتاعي كمشروع معماري؟ هو اول حاجه مشروع محكم، محكم ايه اللي هيميزه؟ الموقع بتاعه والسيركيوليشن بتاعه. دي اهم حاجه. انت كليه ايه؟ بحكي الحضارات المصريه كلها. بداية من العصر الفرعوني وحتى العصر بداية من العصر الفرعوني حتى العصر الحديث تمام. هو محكم. اهم حاجه فيه السيركيوليشن والموقع بتاعه. الموقع بتاعه هو موقع بتوسط الحضارات اللي اتاثرت بمصر اللي هي اوروبا وشبه الجزيره العربيه وشمال افريقيا تمام. فهو الموقع بتاعي في مدينه الاسماعيليه هو الرابع ما بين قاره افريقيا وقاره اوروبا وقاره اسيا وصولا من قاره اوروبا عن طريق السويس. المشروع بتاعي السيركيوليشن بتاعته بتبدا عندي هو مش عايزين سيركيوليشن اشرح لي. تمام بدات اتحكمت في الكليه احنا قاعدين ما بعد التحكيم. هنتكلم في اول حاجه ببدا العرض بتاعي بيبدا بالمحاضره الفرعونيه فبيبقى باين عندنا في الفلاتر الفكره في الارتباط تمام. انا عندي ثلاث حضرات انا اخدت منهم ثلاث حضرات فانا باين عندي جدا في الجزء ان في ثلاث ساينس فرنسيين هما اول واحد اللي باين الحضاره اللي جايه من افريقيا وثاني واحد اللي باين الحضاره اللي جايه من اوروبا وثالث واحد اللي باين الحضاره اللي جايه من شبه الجزيره تمام. فالسيركيوليشن بتاعي هو عباره عن حركه لا نهائيه انا هبدا قعدت 200 ريال وفي الاخر ابدا من اول حضاره فرعونيه وصولا في الاخر ل 5 اكتوبر ويبقى عندي لقطه مملوكه يعني منظر بانوراما في شيلوان سويس تمام. خلاصه تاني. طيب اي سؤال دكتور احمد الكشري في سلسله؟ لا يعني التاثير بقى التبني فين؟ وفي استنتاج محل الوجهات يعني العلاقه عشان الاوضه في مصر تعبر عنه ازاي؟ برافو عليك سؤال حلو قوي. هو بداية انا قلت بدأت اتكلم ان انا عندي ثلاثة ثري مين كورنر يعني الموقع ده فين؟ مكان نفس معايا. استنتجت ايه منه عشان تدي الدخلات دي؟ بالظبط انا قلت الموقع ده ازاي استنتجت الموضوع ده؟ انا مكاني في الاسماعيليه هو بتجمع ثلاث مرات اللي هم افريقيا واوروبا واسيا. لا الاسماعيليه كمدينه يعني انعكاس الاسماعيليه هي رابطه ما بين الثلاث مرات دي فانا جاي من هنا ومن هنا يعني التريانجل شيب جايه من الفلسفه لكن التعبير المعماري اللي بيسالك عليه الدكتور الفورم اتكونت وانت بتعبر وطلعت الحاجات دي على الوجهات اللي كان بيقودك هل الايدنتيتي الفوكابلري العماره النهريه العماره البحريه يعني فين الفكره؟ انا متاثر بوجود هناك ان في قناه السويس هناك موجوده فانا متاثر ان يكون في شويه قطع الكتله بتاعت النص فيكون في كل الموتر تاكسي من هناك وكل الناس. طب اللي المفروض المشروع ده يشجعه كده؟ المبنى طبعا يعتبر المشروع الحكوميه المنفذه كمان ان شاء الله يعني
الخطوه الجايه ان انا اتفق مع الكوميدي ان هو لازم يكون المبدا تكون سيطره واضحه للناس اللي ايه الناس اللي هتشوفها اصلا. طبعا زي ما هو واضح هنا المشروع فكرته صريحه في العاصمه هو مكانه في قلب العاصمه الاداريه الجديده. المشروع عشان يبان بالشكل ده كان الارض شويه الارض رفعت 4 متر عن مستوى الشارع بحيث ان هي تبقى الكتله مسيطره واضحه قدام الناس وكتله تصريحه. الكونسيبت بتاع المشروع اخدته من فيلم في العالم البشري اللي هو اهم جزء في جسم الانسان وهو اللي بيسيطر على كل حاجه وبيتحكم في اعضاء الجسم. فاخدت الرمزيه من هنا ان انا بمثل القاعه الرئيسيه هي العقل على العقل البشري بيطلع منه كل الافكار والتشريعات والقوانين والحاجات. طبعا الاعضاء البشريه لجسم الانسان الوصيله لاجزاء المبنى المختلفه اللي هي كانت اجزاء رئيسيه كان في جزء خاص بالمبنى الاجتماعي وجزء خاص بالمبنى ايه دخل يعني الاعضاء البشريه عشان تطلع بحاجه تديك الحل الحل ده ايه دخله ايه دخله في طبيعه المشروع ده سياسه وقوه دوله وبتاع حاجه رمزيه للعقل اهم حاجه في جسم الانسان. هنا الشعب ده زي القوانين والتشريعات اللي بتصدر في الحاجات بتاعت التدريب تمام. فانا بوصله هنا ان هو الجزء ده هو ده العقل البشري تمام. هنا بيمثل زي ايدين الانسان مرتبطه بتطلع السيبات دي اللي هي قلب الطبع. عندي سؤال عنه ايه دي كيس برده الصلاه دي الصلاه دي طريقه اساسيه ايه دي مخرعه يعني دكتور تقصد طبيعه الاكتيفيتيز اتشتتت في النيتشر ده ايه؟ الجانب بتاعك مجلس الشعب في 19 لجنه فكل لجنه خليها مقررات هي صاله بعدد عدد الافراد هو حضرتك ليه يبقى فيها افراد مثلا 10 افراد في لجنه يبقى فيها 20 فرد مثلا فكل واحد 20 سكر كل واحد 30 ثانيه. لا قول لي فين جناح رئيس البرلمان ومدخله فين؟ ايوه فين رئيس البرلمان بيقعد فين؟ رئيس البرلمان بتاع رئيس نفس الكلام الارض يعني كورس اللي ورا هو هيبقى شايف جزء منه بس بحيث يبقى اتراكشن بوينت زي ما كيوريس ان هو يدخل هناك ويقدر يجمعه على هناك. هنا في قاعات العرض اللي هي فيها فيرتشوال اللي هي اللي كانت اكتر الجزء ده بيبقى فيه زي اوديتوريوم كبير في سينما اي ماكس متعلقه بنفس المعروضات اللي بتعرض هنا وفي زي لايبرري موجوده هنا. فاحنا هنا ليه عملنا جامعة للدراسات العليا ما عملناش مركز بحثي عادي لانه احنا في عندنا مشكله ان الشباب بيخرج يعني بيفرق جامد عن الشباب. الشباب من سن 25 ل 35 لما نقله في مكان ليس حاجه ممكن يستقر ويخلق مجتمعنا كل المقاومات الموجوده في الشباب. سباكه تاني منطقه بالاشعاع الشمسي هبدا بقى في فكره المشروع على طول. هي فكره المشروع ان هو بس مش كامبس كشكل تقليدي اقسام ودراسه لا هو في مقرات شركات وفي مكتبه ومسرح ومقاومات للحياه عامه. خلاص ثانيه لا انا عايز ما
منهجكم في الحته دي على طول. هو دلوقتي الفكره ان احنا لما خدت من الارض بدات احط الزوينج بتاعي اشوف الناس اللي مستقيمين بتاعي زويني اشوف المسارات بين الحاجات ولا يفرق لي شكل. الفكره في التعليم عامه ان احنا في زي مغناطيسيه بتجذبنا للتعليم. التعليم مش كتاب في ايدي هيخلص خلاص على قد كده. انا لما الاقي معلومه عند البروفيسور هروح لما الاقي معلومه او حاجه مش عايز راجع اشرح لي. عشان كده وصلت لفكره ان انا اعمل كده مجال وبين النقط اللي الناس هتمشي فحطيت على اساسها المباني بتاعتي. فخلقت لي بين كذا ماجنتيك في حاجه اسمها سباين فورس اللي هي خلقت لي الحاجه الاساسيه بالثلاث زونات. زون للبابليك ممكن الناس تستخدمه مع الكامبس. زون للكامبس الاساسيه اللي استفدت منه في هو خلقت النقط الزوني بدات اوصل بينها بمسارات الناس. خلاص عرفنا الزوني الماجنتيك فيلد يعني راديال هو دي لا هي كذا نقطة جبت بينهم ماجنتيك ويف اصلا ماجنتيك مش ويف. فالماجنتيك ده هلاقي فيه مكانهم هنا سباين وبقى فيه زي امتزاج بين كل نقطتين. بدأت ابص المباني بتاعتي على الدي سباين المسار اللي الناس تمشي. وفين الموضوع ده؟ هو انا الشمس بالظبط. انا الشمس عندي ثلاث اقسام في الجامعة. قسم الطاقة بيستجن الطاقة الشمسية عشان يفرق الاتجاه الشمسية. عندك في المشروع بقى فنان معمار 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 ايه ده؟ وانا عندي طاقه شمسيه الاول في قسم خاص طاقه شمسيه في سولار فارم هنا في طاقه شمسيه على الاسطح. ده غير ان الاسطح يعني بتقلل النيل ايلاند برودكشن وبتعمل نيل ايلاند برودكشن. وفي كمان نفسها الباتر المحيطه في الارض من سولار سيل اصلا. وفي حاجه اللي هي سولار سيل امبريلا دي بتستخدمها في مصر بالظبط. شوار سيد تشجيع تشجيع لهذا اسمك ايه؟ مالي وليد من جامعة اسكندرية كلية فنون جميلة قسم عمارة. مشروعي هو متحف الأحياء المائية يقع في الإسماعيلية منطقة الإنتاج الجديدة شارع القناة. اخترت المشروع ده أو نوعية المشروع بحيث إنها تكون أول مشروع يقع في نفس النوعية في شوفي لو انا خبيت ده مش كويس لكن
هو ملف في طيب نشجعها. الإسماعيلية هم من منطقة الامتداد، محافظة الإسماعيلية بتقع بين قارة آسيا وأفريقيا، وده بيوجد فيها مجموعة من المدن اللي فيها الحدود الشرقية. خلي بقى على المعمارة بقى. بالنسبة للكونسبت بتاع المشروع العام، هو أبعاد الفن الشعبي هي التعبير بالأداء أو بالكلام أو بالأيكون، بحيث إن هو يوصل فكرة للمجتمع. من هنا جت الفكرة إن أنا أترجم أبعاد الفن الشعبي، العناصر المعمارية الوظيفة تبقى فيها الأنشطة بتاعت الفولكلور الشعبي، من خلال إن أنا أبدأ أكون ترجمة أبعاد الفن الشعبي للمسرح اللي بيقوم فيه احتفالات العروض الأدائية، ومسرح بيقوم فيه البلاك بوكس اللي الغاوي والحكايات، والجزء الثاني خاص بأنشطة الفنون الشعبية اللي هي مجموعة إيدك. ركزي في النتيجة، اشرحيش المشروع ما بعد توزيع عناصر المشروع على السحر. التعبير الناتج ده العبقرية في الشكل ده، مش عايز اقول لك انت ازاي، ليه اخترت كده؟ بجد ان الساحه الداخليه دي هي تبقى البوينت السوشيال كونكشن، وهي تبقى المين بلازا اللي بيحصل فيها كل التفاعلات السوشيال. ولا جت معاكي كده؟ انا اصلا بحس ان انا كمان ركزت في التصميم بتاعها، بحس الواجهات بتاعتها يبقى فيها احساس الدايناميك. بصوا يا جماعه، اللوحتين دول يدلوا على انسانه بتحس بالبني ادم وبالفراغ وبالسبيس وبالالوان وبالكتله كمان بالنجاح المفروض. مشروع التعبير النهائي فيه بعيدا عن البطاقيه و ولازم الموظفين ولازم المبدا ما يوقعش، لازم يبقى صح. الشاطر شاطر ليه ده حلو؟ عشان ايه، زرقاء ولا عشان تكوين واحد؟ المشروع ده الاثنين دول مبسوطين جدا جدا للمشروع. شغل انما استخدام الالوان ونسيت الدينامكس بالنسبه للشباب الاجتماعيين بدايه دي بوينت وتوزعني العناصر المشروع الاساسيه. تعالي ايه؟ هنا بيوقع في المنظور بتاعتنا اللقطه الاساسي للفلوش بتاع المدخل، ان الجازه دي هي بوينت بتدي اساس للدايناميك واساس للانشاء الشامل للدايناميك اول، وهي دي اللي بتوزع منها العناصر المشروع نفسه. استخدام الجزء يبقى فيها المشرف المكشوف. دي هي كده بتكلمك، بتقول لك يا دكتور امان. امان سلمى بتكلمني. الربط بين الفراغات بحيث ان انت تدي لك في الاخر احساس الفراغ الواحد، منها بتوزع لكل عناصر المشروع يعني وضع. طيب احنا اتفقنا ان الناس لما دخلت فيها مطروح حسب الفراغ، طب هم خارجين بيخرجوا المخرج واحد ولا من هيجي المخرج؟ الفكره في المشروع ان هو ما يبقاش مبنى بقول له فانكشن معينه وبخرج منه، لا ده كانه احساس من ضمن الكونتكست العمراني اللي هو كده في النيجاتيف. بالظبط، هو تصميم الفراغ يعني تصميم الفراغ. فهمتوا يا جماعه العبقريه في اللي انا بقوله؟ اللي عملته سلمى دراسه الفراغ النيجاتيف بين الكتله، الكتله حلوه لكن الفراغ اللي بين الكتل احلى. نشجعها.